نادر بترجاك بترجاك تسمعني يا نادر. لك نادر ما فيك ما فيك ما فيك تعمل فيني هيك ما فيك. لك انا حبيتك، لك ليش هيك عم تعمل فيني؟ لك انا امنت لك امنت لك وثقت فيك. هي نهاية محبتي لإلك يا نادر، هي نهايتها. ليك وليه البنت اللي بترضى تسلم حالها مرة بتسلم حالها كل مرة. ولك بس انت هاد اللي طلبته مني، انت هاد اللي كان بدك ياه. كان بدي اياك ترضي تقولي لا، كان بدي وحدة عفيفة شريفة نظيفة تكون ام لأولادي. نادر نادر نادر، انا حبيتك وانا بعرف انك انت على اساس بتحبني، ونحن كاتبين كتابنا وعرسنا بعد اسبوع. ولك مو هادي كلامك، ما هيك كنت عم بتقلي لحتى تقنعني اني اكون معك. مزبوط، هي ليكك عم تقولي عرسنا بعد اسبوع. ليش لك انا رضيت تروحي معي وتكوني معي بخلفي واحده؟ ليش؟ لانه انت طلبت مني، انت طلبت مني، وانا بحبك نادر، ببوس ايدك، انا كثير بحبك. لا ما كان بدي هيك، ما كان بدي، كان بدي وقتها تقول لا ترفض مو تقبل تروح معي. مشان هيك انت ما عاد تزبطي معي بنوب. بخيرها بخيرها نادر. شو هالحكي نادر؟ مجنون انت؟ كيف يعني تفقس الجواز هيك؟ يعني مفكر الشغله شوربه؟ امي هذا الموضوع الله يخلينا اياك لا تحكي فيه. هاي البنت ما بديها ما بديها. ولك شو هالحكي؟ شو هالحكي هاد؟ والتكاليف والمعازيم وكل شيء عملناه وخجلتنا قدام اهلها، هذا كله ما فكرت فيه؟ لا امي ما فكرت فيه ولا بدي افكر فيه. قلت لك هي البنت ما عاد بدي اياها وخلصنا. حول ولا قوة الا بالله. يلا جاي. اسمعوا يا واطي، قبل ما تطلقها لاختي بتعمل عرس بعد ما تطلقها فوت الحمام مو مثل طلقتها. لك انا مو مقرر اني طلقها، لا انا طلقتها وخلص. فكرت ولد اختك ما بتناسبني بنوم. بتعرف هذا الحكي شو بيعمل فيني؟ بدك تخلي سيرتي على كل لسان وبدها تطلع اختي عايبه. لك هي مو بدها تطلع عايبه، اختك عايبه. خلاص ولك اقسم بالله العظيم اذا بسمعك تاني مره عم تحكي هي الكلمه لخليك تتشاهد على روحك. اسمعها هاي الايد ما بتنمد علي، روح مدها على اختك العايبه. يلا يلا يلا. لك شو هذا اللي عملته؟ شو هذا اللي عملته يا مجنون؟ لك هذا شجاع واحد متهور، هذا بروح بيقتل لاخته بالبيت. الله لا يوفقك. مزبوط يا مو، نرجس غلطت ولازم تاخذ عقابها. غلطت؟ مع مين غلطت؟ معي، غلطت معي، سلمتني حالها قبل العرس بصير يا مو. وانت اللي طلب منها هالشي؟ يا الله يعدمني اياك. الله لا يوفقك يا واطي يا ندل. ولك تفه عليك يا واطي. لك مو عيب عليك؟ مو عيب عليك؟ الله لا يوفقك شو عمل فيه. ولك هاي البنت نرجس، نرجس كانت مستعده تصير خدامه تحت رجليك على كثر ما بتحبك، ومكتوب كتابكم وهيك بتعمل فيها. وما رحمتها يا واطي يا ندل. اسمع ولك، من هاللحظه من هاللحظه انت لا ابني ولا بعرفك، ومتبرية منك ليوم الدين. عم تفهم؟ نلع برا البيت نلع. حاضر يا مو. الله لا يوفقك، الله لا يوفقك يا ضيعة التربية فيك. الله لا يوفقك، الله لا يوفقك بهذا الدين، الله لا يوفقك.
صايبة؟ ملبغتينا وخليتي راسنا بالتراب. لك ليش هيك عملتي فينا؟ لك احكي ليش؟ الله وكيلك يا اخي، هو اللي ضحك علي، اللي قال لي انه عادي، نحن كاتبين كتابنا اساسا ومن جد. ولك وانت ما بتعرفي تستحمل غلط. بس احكي. بترجاك تسامحني يا اخي، بترجاك. هلا شو بدي سامحك؟ لك شو عملتي فيني انت؟ رحتي صدقتيه؟ لو بده يتجوزك كان عمل عرس. شو دخل عليكي بدون عرس؟ سامحني. لك وين بدي روح من العالم؟ لك احكي. لك ليش؟ بوسيدك بوسيدك يا ابني. يا نادر، عدم المؤاخذة، صار لك سنة عم تشتغل عندي وأنا ما بعرف عنك شيء. يعني مين أهلك؟ منين جاي؟ يعني بصراحة عم بستنى أنه أنت تحكي لي شيء، ولهلا ما حكيت لي شيء عنك. عمي يعني والله الحقيقة ما في شيء بينحكى. أنا علاقتي بأهل حارتي مرتبطة بأمي، وأمي توفت الله يرحمها. وقت توفت أمي طلبوني على أخذ عسكر وهربت من الحارة، وما لقيت حالي غير بهي الحارة وقدام محلك. ويشهد الله أنه أنت ما قصرت معي وساعدتني. أنا بصراحة يا نادر ما كنت بدي أسألك، بس بما أنك طلبت إيد بنتي أنا لازم أسأل عنك وأعرف عنك كل شيء. مزبوط عمي مزبوط، بس يعني ما رح تستفاد شيء حتى إذا سألت أهل حارتي. أهل حارتي ما بيعرفوني، أنا ما عشت بالحارة، عشت بإسطنبول وسكنت بالحارة سنة واحدة. فإذا حتى بعت حدا من الحارة وسألت عني ما حدا رح يقول لك عني شيء. خلص طالما هيك ما رح أسأل عنك. أنت شاب نشمي وقبضاي وبتصونا لبنتي، يعني ما رح خاف عليها. الله يخلينا ياك يا عمي، وإن شاء الله أقدر بيض وشي قدامك. ماشي يا عمي، شوف شغلك. على راسي. أنا هلأ بهاي اللحظة بدي أرجع على البيت. بدك تعيشي بكي، شو صار لك؟ نحن مكتوب كتابنا وعرسنا بعد كم يوم. وإنت قلت عرسنا بعد كم يوم، بس صير مرتك على سنة الله ورسوله بتبقى بتعمل يلي بدك إياه. خلص لا تخافي، تعالي معي، تعالي. ما فينا. حاجة تعمل لي حالك زلمي ولا لو رجال وشك شوارب ما بتعمل هيك باختي. اختي المسكينة اللي اجت بوست ايدي ونزلت على رجلي عم تترجاني مشانك. رفستها وبعدتها عني بتوع على راسها وبتفقد عقلها وصارت تفتل بالحارة مثل المجانين. ومشانك يا واطي. لك انت زبون محرز لتعمل فيك. اذا بدك تنتقم مني انتقم مني، ما في مشكلة، بس اترك ندى، اتركها لحرمتي تروح بحالها. اتركها لحرمتك تروح لحالها. الله لا يحرمني الحرمي. ليش ما درت بالك على اختي مثل ما لك داير بالك علي لك يا باطي؟ اختك اختك اللي بتضايق. اختي بتضايق؟ لا اختي ما كان بتضايق. اختي طول الوقت عم تدافع عنك ودايره بال عليك. ليش هيك عملت فيها؟ لك ليش هيك سويت؟ بس شو علي؟ ليك مربط والله الاخ الثاني من بين عيونك يا نتيجه.
شغلون. تكرم عيني. اتركها لا تسوي فيها شيء. كون زلمة واتركها. كون زلمة واتركها. واجهني من رجال لرجال. فكر باطي. اتركها اعمل لك. اتركها ولا تقرب عليها. اتركها اعمل لك. خلاص ولا خلاص وسمعني سكوتك. انا رجال غصب عنك. وانا ما بتاول حي. هاد كل شي صار معنا يا بي، بس والله العظيم الشاب طلع قبضاي وابن حلال وما لمسني، وإذا ما لكم مصدقيني أنا مستعد أحلف على القرآن الكريم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله لا يسامحهم، الله لا يسامحهم على اللي عملوه فيكم. بس الله وكيلك يا بي، هو ما لمسني، كان كل همه بس إنه نادر يعرف إنه صار شي بيني وبينه. مصدق يا بنتي، والله مصدق. نادر وينه هلا؟ نادر من وقت تركني لحالي بالزقايق وما رضي يسمع مني كلمة واحدة حتى. هذا بدال ما يعتذر على اللي سبب لك يا، بس وين بده يروح مني؟ إيه والله إذا بده يروح لآخر الدنيا لجيبه شحط، بس الحق علي أنا اللي وافقت عليه وصدقته. قال شو؟ شاب وهربان من الأخذ عسكر. وبعدين يا أبو طالب، شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نقول للناس بس يسألونا عن عريس ندى؟ وعرسة بعد كم يوم؟ الله يعيننا. ما بعرف، منقول لهم إنه ندى ما عاد بدها أي حجة، المهم بنتنا تضل بخير وسلامة. أنا بدي أفهم بس هالشاب منين عرفها لندى؟ وصار بده يتجوزها بدون ما يشوفها؟ أنا سألت عنه شباب حارته، قالوا لي شاب سكرتي وقبضاي، بعدين ما يسور الحال. يلا خليها تتجوز، بركي بتنسى اللي صار معها. يا رب يا رب يكون خير، الله يعوضها ان شاء الله. يلا بخاطرك. الله معك. هاي انتقمت لاختك ودمرت لي حياتي. هنا أنا ما دمرت لك حياتك، أنا مو بس انتقمت لأختي، أنا انتقمت لك لك من هذا الواطي الكلب. أنا لو بدي أعمل شيء كنت عملته من هذاك اليوم. أنت بتعرفي هذا الحكي من وقت ما خطفتك. ووصلت للشيء اللي براسك ونادر اختفى من هذاك اليوم، شو لسه بدك أكثر من هيك؟ أنا ما بدي شيء. بعد ما وصلني خبر إنه هذاك الواطي عمل حادث بإسطنبول ومات، ما بدي شي مني. بس حابب اقول لك من هداك الوقت صوتك بنص راسي، انت عم تناديلي وتترشيني. صدقيني يا ندى، انا مالي مأذية، انا اللي سويته كرمال اختي. انتقمت لها لاختي وانتقمت لك. يعني انت رح تنسى هداك اليوم وما عاد رح تفكر فيه؟ لو مالي نسيان ما تلاقيني واقف بين ايديكي وعمل لك انه انا بدي اياكي. يا بس انت شفقان علي. لا انا مالي شفقان عليك، انا بحبك يا ندى، ويلي رجعني انه انا بحبك. خلينا نقلب صفحة ونبلش من أول وجديد. موافقة؟ موافقة. سيدي هاي المستندات ليك أشوفها بعينه. وليش لحتى تعطيك هاي المصاري؟ والله بصراحة يا سيدي، يعني وقت اجى لعندي كان هيك كثير تعبانة نفسيته وشفق قلبي عليه. قلت له شو بك؟ قال لي بدي شوية مصاري، والله بدي فاي ظبط شغلي وبدي اتجوز. قمت اعطيته. رجع ثاني مرة سيدي، رد طلب مني مصاري.
قلت له لك لسه ما صار لي فترة أعطيك هون، قال لي والله ما كفوا يا فايز من شان الله. قلت أعطيه يا ولد، يعني حرام ساعده للزلمة. بس لما إجا مرة ثالثة ورد بده، يعني صراحة تفاجأت فيه وين عم بيروح بالمصاري. سألته قلت له يعني هي المصاري اللي أنا عم بعطيك إياها إيه بدك ترجعها؟ شو قال لك؟ شو قال لي يا سيدي؟ اتلبك هيك وفات بالحيطان وقال لي خلص خلص يا فايز أنا حرجع لك المصاري بس ليصيروا معي. بس أنا بيني وبينك هيك بلش الفار يلعب بعبي، قلت لازم ضل وراه وراقبه وشوفه وين عم يروح بهي المصاري. يا سيدي يا سيدي يا ريتني ما راقبته وشفته، شفته وين عم يروح بالمصاري. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. ولك احكي احكي شو اللي شفته؟ شو بدي احكي؟ لا احكي يا سيدي، طلع عم يروح مصاري كلها اللي انا تعبان فيها على الحرام والكيف تبعه، الله لا يوفقه. انت متاكد من هذا الحكي؟ معلوم يا سيدي، متاكد ونص، وانا زلمه ما خصني بقصصه. وشو المطلوب؟ المطلوب منك يا سيدي الله يوفقك يجيبوا لي حقي منه لهذا المحتال. نحن ما رح نقدر نعمل شيء طالما ما معه مصاري. ايوه. طيب سيدي، انتوا ما فيكم تحجزوا له على بيته؟ اكيد فينا نحجز له على بيته، بس مو دغري. امتى لك؟ نعطيه مهله لحتى يرجع لك المصاري. وإذا ما رجع لك المصاري ساعتها بنحجز له على بيته. ايوه. بعين الله سيدي. اللي صبر كل هالوقت بيصبر شوي تاني. وحقي عند رب العالمين. يا مساعد! يا عمي، هي أوضة النوم جاهزة، وعدة المطبخ جاهزة، مو بقية غير نحدد العرس. بارك الله فيك لك ابني. بارك الله فيك. طيب. شو رايك تكون القصة الخميس الجاي؟ الخميس الجاي الخميس الجاي، بس عمي أنا خجلان منك، يعني إنه لسه الجهاز ما خلص. لك ابني، أبي يخلصوا شوي شوي، واللي ما بيخلصوا هلا لما بتكون عندك بتخلصهم هي، ولا يهمك. روح ربي يخلينا إياك يا عمي. عن إذنك. خذ راحتك. يا كريم يا الله. يا. جماعة الكركون طالبينك. إلي عمي؟ إي والله، مو شو بدهم. يبعت لي قتلي عليك يا سعدو، يبعت له حمى حظي المزخم ياما. طولي بالك من شاء الله، إن شاء الله ما في شيء. يا وحشتوا ليلي طولي بالك، شحطوه شحط قدام عيوننا. هلا بيجي ابوك وبيحكي لنا كل شيء. يا ربي دخيلك استر، يا ربي دخيلك استر يا رب. هذا الحكي مو مزبوط لي. مو مزبوط؟ ولك هاي البصمه اللي على السند، هاي بصمتك ولا بصمتي؟ بصمتي سيدي، بس انا بعصم على ليرتين مو 22 ليره. كذاب سيدي، لا تصدقه. ولك انا اخذت منك ليرتين ورجعت لك منه الليره يا ابن الحلال. ولك رجعت تكذب، ولك الك شهور عم تسحب مني مصاري وتنيمني. يوم بتقلي بدي ظبط شغلي، ويوم بتقلي بدي اتجوز، ويوم بتقلي عمي ابو سعيد مريض، ويوم بتقلي بيت حماي لازمون مصاري ومحروج منهم ومالي عارفه منين بدي اجيب لهم. لك طول بالك لك ابني، نحن طلبنا منك مصاري امتى؟ عمي ابو سعيد انا بعرفه انه هو عم بيكذب، بس كان عم يسحب مني هي المصاري ويكبها على الحرام. اي حرام؟ اي حرام؟ سهرك كل يوم بيروح بيسهر مع اولاد اهله، والمصاري اللي عم يسحبها مني عم يروح يكبوها على الكيف والعياذ بالله. استغفر الله استغفر الله. عمي ابو سعيد الله وكيلك هذا الحكي بيفهم. سعدو معك اسبوع، يا بترجع المصاري يا بنحجز على بيتك، فهمت؟ بس يا سيدي الله معك. حرك عمي. صدقني انا انت واحد كذاب، شو ما حكيت ما رح اصدقك. وليش بقى عمي؟ عم اقول لك ما رح اصدقك، رفيع عمرك فضحك، والسندات اللي شفناهم بالكراكون انت موقع عليهم والله بياكدوا كلامه. والله العظيم انا يا عمي عم اقول لك ما رح اصدقك. يلا اطلع لبرا، ما بيشرفني جوزك بنتي.
تفضل لبرا، بس قبل ما تطلع اطلعها. بدك تطلعي جميلة؟ معلوم بدي اتطلق. أنا ما بيناسبني اتجوز واحد بيعمل الحرام والعيب وال... سلام علي هيك؟ طلقني! عم تفهم؟ عم تقلك طلقها! بدي طالب دربي سد ما يرد. ولك ليش هيك عملت فيني؟ ليش؟ لك شيل على ايدك وانا لا من هون ولا تورجيني خلقتك بالمرة. ما رح انقلع لاعرف ليش هيك عملت فيني. اسمعوا لا، انا لسه ما عملت شي فيك. كل هادو ما عملت شي. ولك طالعتني سارع 20 نهبة. طالعتني ابن حرام قدام الحارة كلها. ولك نسيها. ولك انا رفيق عمرك سعده. ولك انا ما بتشرف لا برفقتك ولا بمعرفتك. اسمع، لسا لا تشوف شي ما بيعجبك ابنه والفايز قال لي. والله ما راح ارصد. والله شكله ما في حدا بالبيت. سيدي أكيد هو جوا وما عم يرضى يفتح، كسروا الباب. شو نكسر الباب؟ خلص بنرجع مرة ثانية. لك شو ترجع مرة ثانية يا سيدي؟ عم بقول لك تهجم علي وضربني وخاف يرجع مرة ثانية وتهجم علي، لازم تاخذوه وتحبسوه. ما تقلق ما بيعملها، خلاص أنا عم بقول لك هالحكي. قال ما بيعملها ما بيعملها، شو ما بيعملها يا سيدي؟ مشان الله تكسر الباب وخلينا نطلع. الله يوفقك يا سيدي، والله صرت خاف منه لهذا الزلمة. لا حول ولا قوة إلا بالله، أخي أنت تيسر على بيتك ونحن بنعرف شغلنا، يلا تفضل. أمرك. شو هاد يا؟ انت صاحبي من زمان وانا بأمن لك كثير. انت قل لي شو بدك وان شاء الله بقدر ساعدك. بدي اياك تنشر خبر اني هربت برات الحاره. ليش؟ ولوين بدك تهرب؟ هلا انت شو بدك؟ انا بعدين بفهمك. بدي الخبر يصل لفايز خص نص. عم تفهم علي؟ ايه. شو علي؟ تكرم عيونك. الله يخلي لي اياك يا صاحبي. انت متاكد من هذا الحكي اللي عم تقوله؟ اوكي معلوم متأكد. بعدين انت اقرب واحد لسعد، وقلت لحالي بيجي بفهم منك لوين هرب. وانا شو بيعرفني وين هرب؟ شو بيعرفني؟ ناقصك انت الثاني. والله ما عم صدق اللي عم بسمعه منا. وانا ما عم صدق. ولك هذا فايز اللي كنت قيم اللقمه من تمي حتى بيتمه. لك هذا رفيق دربي وعمري، ليش هيك صار ما بعرف. طيب انت ما بتعرف ليش هيك عمل معك؟ ما بعرف. لك يا ريت اعرف، والله لحجل اعرف، بس رح يجي يوم واعرف. اخي انا مني وعلي رح وصل لك كل تفصيل هو بيعمله. كفو يا صاحبي كفو. عمي ابو سعيد، انت بتعرفني من وقت ما خلقت، بتعرف اهليتي وعيلتي كلياتها، مزبوط ولا لا؟ ولو عمي فايز، طبعا بنعرفكم، بنعرف اصولكم، وانتم من اكارم الناس، بس ليش هالحكي كله؟ الله يخلي لي اياك يا ابو. بصراحه يعني وهيك ما بعرف شلون بدي اقول لك اياها، انا جاي اطلب ايد بنتك المستوره على سنه الله ورسوله. اي لك ابني، اهلا وسهلا، هلا فهمت. بس يعني الاصول لازم نسال بنت. اي لك يا عمي. وجا لازم تسألها. اسألها عمي اسألها. عن إذنك. إذنك معك. يا كريم يا خليك لك ابني، خليك قاعد. ابني. يا عمي. إذا الله أعطاك نحن أعطيناك. لك الله يخلي لي إياك يا رب، وهذا شرف لإلي. معناتها لروح لعند الشيخ خبره وخبر الجاعة مشان بكرة بإذن الله نجي ونكتب الكتاب. بتشرفونا لك ابني، أهلا وسهلا فيك. شرب شايتك. وهلا بنشرب أحلى شفة شاي. أهلا وسهلا. يلا عن إذنك لازم أروح أنا. سلام عليكم. الله معك، مع السلامة.
بكره راح يكتب كتابه على بنته لابو سعيد. ولك يخرب بيت قلبه، من كل بنات الحاره ما نقى غير البنت اللي بحبها وبدي اتجوزها. والله انا استغربت كثير لما عرفت يعني وسمعت انه انت شو سمعت؟ بده يحجز على بيتك. ايه؟ اذا لحى لا يقصر. ايه شيخنا؟ من بعد اذنك مشان نكتب الكتاب. ايه على عيني. بعد اذنك ابو سعيد بدنا ناخذ موافقه البنت. ايه تفضل وشرفونا. يلا. خليك عمي انا بفتح الباب. عمي؟ خلص خليك قاعد انت. لك شو قاعد؟ هذا البغجاتي انا موصي على شويه محلايه مشانكم عمي. ليه معذب حالك لك ابني؟ لك ولو لك عمي ما في عذاب، يلا عن اذنكم. بدي لي اياك. شرف الدار. شرف! شو هاد؟ ما عزمتوني على كتب الكتاب، بس كان من واجبي اجي وبارك لك. لك لا يا ابني، لك لا، قيم هالطبنجه من ايدك هي، قومي دكها بليز. يرضى عليك؟ الطبنجة رح تتفضى براسك إذا ما حكيت الحقيقة. أنت كم ليرة ذهب أعطيتني؟ ولك احكي احكي. أعطيتك ليرتين ذهب ورجعت لي ليرة. طيب وشو قصة السندات اللي شفناهم بالكراكون؟ اللي فيهم كاتب 22 ليرة. احكي. هذول أنا زورتهم. يخرب بيتك! شفتني بعينك عم ارتكب بالحرام؟ لا ما شفتها. طيب ليش فضحتني قدام اهل الحارة؟ ليش نزعت سمعتي قدام اهل الحارة؟ لأنه كان بدي أبو سعيد خليك تطلع بنته، شنو سمعت بنته أحلى وحدة بالحارة كلها. صدقوسك ولا خلي على النبي وحد الله يا أبو سعيد! سمعتوا بإذنكم؟ سمعتوا إنه أنا بريء؟ سمعنا وراح نشهد معك، خلينا ناخده على الكراكون. شرف امشي قدامي. امشي سمعتي بدنك يامو؟ سمعتي شو طلع حقي رواتي؟ يخرب بيته من حاله، والله اللي عمله كلاب الارض ما بتعمله. بس الف الحمد لله. عمي سادو يعطيك العافية. ابني شو بدي لك؟ يعني أنا غلطت ومنك السماح. الله يسامحك عمي. ما بعرف شو اللي صار لي، نعمة على قلبي. ما عدت أعرف شلون عم تمشي الأمور. فمنك السماح. أي واحد مكانك رح يعمل نفس الشيء يا عمي. ما بعرف شو بدي لك. أنا كنت مبسوط لأنك رح تصير صهري. إي ما صار شيء يا عمي، وأنا بيشرفني أطلب إيد بنتك مرة ثانية إذا ما عندك مانع. ولو يا عمي بيشرفني بيسعدني. ايه معناه تسبقني ورح جيب الشيخ ولاحقك. ماشي عن اذنك. الله معك عمي. انا جمعتكم هون يا اخوان لنلاقي صيغه للمساعدات. العيال الفقيره صارت كثيره بالحاره. اي والله. ورمضان كريم، فما لازم نخلي ولا عيلة بالحارة محتاجة لشيء. وبما انه شهر رمضان شهر الخير وله افضال علينا نحن، لازم نلاقي صيغة لتوزيع المهام والمساعدات. والله انا بالنسبة لي انا تحت امركم، من ايدكم هي لايدكم هي، وشو بيطلع علي تكرم عيونكم، لانه هذا واجبي وعلى راسي. لك الله يجزيك الخير، لك الله يجزيك الخير يا زلمة. الله يجزيكم الخير ويقدرنا على فعل الخير بهالشهر الفضيل. صحيح يا زعيم، العالم جوعانة والفقر منتشر بالحارة من غير عادة، وكله من وراء هالباشا الظالم يلي ما عم يرحم حدا وعم يلم الضرائب ويعطيها للفرنساوي يا زعيم. معك حق يا ابو احمد، معك حق. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. والنعمة بالله. لذلك لازم نحن نتفق ونقوم نوزع المساعدات لكل الناس. حلو. شو رايكم؟ جاهزين زعيم. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أستغفر الله العظيم. قل هو الله أحد. السلام عليكم يا أهل حارتي ورجالها. أنا سيف وكلكم بتعرفوني هون.
بس انتو بتعرفوا سيف الأزعر، بس اللي واقف قدامكم سيف اللي تاب لوجه الله تعالى، وبإذن واحد أحد هي التوبة هي توبة نصوحة. وإجيتكم بهذا الشهر الكريم مشان أعرض عليكم مالي وروحي لساعد أهل حارتي، وبتمنى منكم تساعدوني على ثبات التوبة تبعي. انت كيف بتتجرأ تفوت على مجلس انا فيه؟ كيف؟ بس انا تبت يا شيخي، وان الله تواب يحب التوابين. تبت؟ ضحكتني والله. لك انت التوبة بحد ذاتها بريئة منك، استغفر الله العظيم من امثالك. شوف سيف، اذا مفكر انه نحن مننسى شو عملت معنا وافعالك الناقصة تكون غلطان، وهي صعبة كتير، وهيك تفوت علينا لا حاضر ولا دستور وجاي بدك تقعد وتساعي؟ لا لا لا، هي صعبة. الله يغنينا عن مساعدتك. ايه فرجينا عرض كتافك، يلا طلع من المضافة. بس نحن بشهر الغفران، شهر التوبة. هلا اتذكر شهر الغفران والتوبة يا سيف افندي، لما كنا نطلب منك طلب نترجاك كيف بلاك عنا، كنت تقول خلي ينفعكم شهر رمضان وخلي ينفعكم شهر رجب وشعبان. احمل حالك واطلع من حارتنا. اطلع. صحيح صحيح يا ابو احمد، بس عم بقول لك انا تبت تبت. لك لبقى تقول تبت، لبقى تتلفظ فيها. السيء اللي مثلها ما بيعرف طعم التوبة ولا بيعرف رحمة الله أبدا. خلاص أنت بنظرنا وبنظري أنا سيف الأزعر. أنت سيف الأزعر. أصبحنا أصبحنا لله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. شيخي كرمال الله سامحني، يلي مثلك ما له حكي معي بنوب. أنا مجرد ما أسمعك برتكب ذنب. بس أنا رجعت عن طريق ضلالك يا شيخي، معقولة ما أشوف بقلوبكم رحمة؟ اللي مثلك ما له رحمة، روح روح برات الحارة، روح لعند ناس ما بيعرفوا شو ماضيك الأسود، يمكن يتقبلوك. أما أنا ونحن بالحارة هو مستحيل مستحيل نتقبلك. بس إن الله غفور رحيم، غفور رحيم يا ناس. معقول ما عاد في رحمة ولا مغفرة بقلوبكن؟ معقول؟ ولك شو هالقسوة هاي؟ ولك من وين جايبين هالقسوة اللي بقلوبكن؟ ولك نحن بشهر التوبة وأنا بدي توب لوجهه الكريم. ولك يا أهل حارتي، أنا أخطيت منكم السماح، سامحوني سامحوني لوجه الله الكريم. سمعتك الوسخة واللي خلفت وراك من أذى وضرر وشر بالحارة وبرات الحارة، صعب كتير بينسوا بيوم وليلة يا عمي سيف. مشان التوبة ما بتتصدق بكلمتين بنحكيهم، لازم تتغير وتثبت للعالم كله انك تغيرت. طيب يا عمي ابو احمد، انتو ما عم تعطوني هي الفرصة لأثبت لكم انه انا تبت، ما عم تعطوني مجال لورجيكم انه انا قسما بالله بعدت عن كل شيء حرام. الله يخلي لي اياك، الله يجبر بخاطرك، كون انت السباق بين اهل الحارة وشغلني عندك وكذاب فيني سوا. بوسيدك يا زعيم، بوسيدك ساعدني. انت زعيمنا وكبير الحارة، وطول عمرك معروف عنك انه انت بتشغل العقل. انا تبت في هذا الشهر، هات لبوسة لايدك، ساعدوني
لأثبت على توبتي. الله وكيلك، أنا ما بدي أرجع سيف القديم، سيف المشراني والسعوري. ولك أنا تبت لوجهه الكريم، ساعدوني بهذا الشهر اللي أثبت عليه التوبة ونكون رجال. أبضاي تتشرف فيها هي الحارة فيني، واني قدر اتجوز واعمل عيلة وشوف حالي بين الخلايا. أنا ما بيطلع بإيدي شي يا سيف. أهل الحارة ما رح يسامحوك على عمايلك ولا رح يغفروا لك، وما فيني أجبرهم على أنه يسامحوك. بس أنت كبير الحارة، أنت كبير الحارة، كلمتك مسموعة وإيدك مرفوعة، يعني عدم المؤاخذة يا زعيم. كلمة وحدة منك بتليل قلوب الرجال، بتخليهم يسامحوني ويضموني لهلن. أنا ما فيني أعمل لك شي، واللي انكسر ما بتصلح. الله معك. كلمتك مسموعة إنه تتكرم علي وتجي معي وتخطب لي بنت مشان انستر أنا وياها. لك شو عم بسمع أنا؟ لك شو عم بسمع؟ شو عم تحكي أنت؟ أنت بدك ياني روح أنا معك جاها مشان أخطب لك بنات الناس؟ سي؟ لك أنت شو جنيت؟ جنيت أنت؟ أنت بدك ياني حط على حالي واحد أزعر مثلها؟ بدك يعني احمل هم جوازة بنات الناس؟ سي؟ لك انت كأنه جنيت، لك ابني شو جنيت انت؟ بس يا مختار، هاد سيف اللي واقف قدامك، الله وكله غير السيف القديم اللي انت بتعرفه. انا تبت توبة نصوحة لوجه الله الكريم. شو بدي لكم؟ شو بدي اعمل حتى تصدقوني؟ الله وكيلك، أنا قررت أفتح صفحة جديدة وعمل بيت وعيلة وجيب أولاد. والله العظيم ما عاد أعرف شو لازم ساوي. أنا مالي طالب منك غير تصدقني لك يا مختار. بوس إيدك، إذا أنت ما صدقتني وساعدتني مين بده يساعدني؟ سيف اسمع، من الآخر من الآخر، أنا لا يمكن روح وأخطب لك بنات الناس. اسمع، الدنيا شهر رمضان وأيام فضيلة، بدك يعني روح لعند الناس وأكذب عليهم؟ واسمع مني كمان، أنت لا تروحها، لا تروح، لأنه بكرة رح يسألوا عنك، وبس يسألوا عنك مو بس رح يرفضوك، يمكن يقلعوك ويبزقوا عليك. لك روح لك ابني، يلاقي غيري يروح، الله يرضى عليك، روح. هذا آخر باب كان باين لي، كلكم سكرتوا البواب بوشي واحد ورا الثاني. نحن بشهر التوبة، وأنا عملت كل شي بقدر عليه. يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك. تعبت تعبت وأنا عم حاول أسعى. ما لي غيرك يا رب، أنت العالم بالقلوب. حسبنا الله ونعم الوكيل. وأنا يا باشا سمعت كثير عن كرمك وعن حسن معاملتك للشغيلة، وأنا محسوبك سيف مشهود لإلي بالوساخة، وبسمعتي اللي مثل الزبالة
وحتى إذا بدك سأل كل أهل حارتي ما حدا بيحبني، وأنا بيني وبينك بدي أشتغل، بدي أكل وأشرب وبوعدك وبوعدك إني كون كلب وفي تحت صرمايتك. أنا سمعت كثير عن وساختك وعن حقارتك وعن ندالتك وعن معاملتك السيئة لأهل حارتك. كان بدي إياك تجي لعندي وتشتغل عندي وحط إيدي بإيدك، هون عندي رح تنبسط كثير وتكون مرتاح. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك يا وسخ. أنا من زمان بدي واحد مثلك، وسخ وحقير وما بخاف الله. بأمرك يا باشا. يا ربي سامحني، سامحني يا الله. إذا العباد ما قدروا يسامحوني وينسوا فأنت الغفور الرحيم، رح تغفر لي وتسامحني وتقويني وتعيدني على توبتي. أنا لجأت للباشا لأنه الوحيد اللي رح يرضى يقاويني ويشغلني، وأنا بدي أعيش، ما بدي أرجع للسرقة والضلال ومال الحرام. وعند الباشا الواطي كون قريب من كل أفعال الوسخة، بلكي بقدر أكشف شي سر وأفضحه، أو بقدر ساعد أهل حارتي من بطشه. ساعتها الكل رح يصدقني ورح يرجعوا يوثقوا فيني. دخيلك يا رب، دخيلك ساعدني، دخيلك سامحني يا رب. اليوم بتخلصني من الشيخ أبو عارف، ما بدي يطلع الصبح عليه. الواطي فاضحني بالحارة وبكل خطبة بيحكي علي وبيقول عني إني جاسوس للفرنساوي وإني خاين للبلد. اسمع، أهل الحارة كرهانيني كتير وبدهم يهجموا على الفرنساوي، وأنا ما رح اسمح بهذا الشيء بنوب. الكولونيل حطني بهذا المنصب لأني واقف جنبه ومشي كل مصالحه، ما بدي يجي واحد كلب مثل الشيخ أبو عارف ينزع كل شيء، فهمت؟ ولا يهمك يا باشا، اليوم هو رايح حد المغرب بالحق وبخلص لك عليه، وخلي فطوره عند ربه وهتاكل هم دباره عندي. حسيب اليوم بده يكون منتهي، بدي اسمع خبره اليوم. الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله. اللهم انت خلقتني وانت تهدي وانت تطعمني وانت تسقي، يا خفي الالطاف نجنا من اني اخاف يوما عروسا قمطريرا. فوقه الله سيدنا. يا ربي دخيلك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ربي يا ربي يا ربي دخيلك. شو يا ربي دخيلك. سيف، ليش هيك عملت يا ابني؟ ليش هيك صار لك شيء؟ مشان سدوي يا شيخ، انه انا تبت لوجه الله الكريم. حول ولا قوة الا بالله. تعال اخذك لعند العطار ابو احمد. يا شيخي لا، انا صايمه وعم تستنى تسمع صوتك. روح على مدينتك وانا بروح لعند العطار ابو احمد. واعمد روحك يا ربي.
ألف الحمد لله على سلامتك يا قضايا. والله وبيضت يا بطل. بين معدنك الأصيل وطلعت شهمه وقضايا يا عمي سيف، والله بيضتها مزبوط البلاء المختار. وهلا سمي بالله واحكي لنا القصة أول بأول. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الخير، بعد ما قلعتوني من الحارة ما رضيتوا بتوبتي ولا قبلتوا فيها، مع انه رب العالمين واحد من اسمائه الغفور التواب، تسكرت ابواب الدنيا بوشي يا مختار، وصرتوا انتوا والزمن علي، ما تعرف شو بدي ساوي، والجوع اكلني، الجوع كافر، ما لقيت قدامي غير اني اشتغل عند الباشا مشان اثبت لكم حسن نيتي، وصرت ايده اليمين واشتغل معه على امل انه يغلط غلطه واحده بس مشان يكشفوا قدامكم. وفعلا مرة من المرات جاب شغيل وحسيب انه يقتل الشيخ ابو عارف اللي عم بيحرض على الظلم واللي عم بيحرض الناس ضده ضد الفرنساوي، بس انا ما هان علي رغم كل الاذى اللي اذاني يا الشيخ ابو عارف، هو بيضل ابن بلدي وابن حارتي وتاج راسي، مشان هيك انا ما قدرت اكون خاين، وحبيت اورجيكم انه انا ابن هي البلد وانا رجال اصيل ومعدل وزقرت. لهذا السبب لحقته لحسيب مشان احمي الشيخ وقلت له. هي هي كل القصة يا رجال حارتي، هي هي كل القصة يا عزوتي. حقك على راسنا من فوق، وربك أكرمك بالبينة والحق، وعند ربك ما بيضيع شيء. أنا ببسم لك بالعشرة أنك تبت توبة نصوحة لربك، وإن شاء الله الله يثبتك عليها يا عم سيف، وفضلك على نافوخي من فوق ليوم الدين، ومن يوم ورايق تعتبر حالك واحد منا وفينا. بيوت الحارة وأهل الحارة وحضن الحارة مفتوح لك ولاستقبالك لكرمك وشهامتك وبطولتك. دموعك غالية علينا يا عم سيف. دستور يا أسيادنا، دستور دستور. اليوم خطبته يا أم الخرستي؟ ما رح يصير، ما رح يصير. شلون ما رح يصير؟ الشي هذا اليوم رح يصير. إذا صار ارجعي خدي كل قرش حطيتيه. دستور. قلبي مولع. قلتيلي انه رح يصير الي، لك شكله رح يصير لغيري. لانك ما طولتي بالك، ما طولتي بالك. نصحتك، نصحتك بالسرية وما تبيني لهم حبتك. واسيادنا رفعوا ايدهم عنك لما كشفك. دستور. خلاص. من اليوم ورايح رح طول بالي، رح طول بالي. يلا بخاطرك. الله معك، الله معك. دستور دستور. يامو، لك يامو.
لك شبك يا مو شبك؟ خلصت خلصت. هالبور قربوا يوصلوا الجماعة. عن جد؟ لك إلك. إيه شو نعمل يعني؟ العروس في وضعها. والله عم تتجهز. لك دخيل عينك وعينك. شكلهم وصلوا. لك شبههم مستعجلين، العريس مو مصدق حاله. تقبرني بنتي نيالا يا رب. يلا بالإذن. ان شاء الله الف مبروك والله يتمم على خير. الله يبارك فيك يا عمي، خلينا اياك يا حق. الله يخلينا اياك يا ابي. ما شاء الله، شو هالعروس، ادب واخلاق وتربيه ما شاء الله عليها، قمر مصور. من ذوقك يا ام عامر. لك ريتو الف مبروك يا صهري، هلا صار اسمك صهري بحكم انك كتبت كتابك على اختي. لك والله بتشرف يا يوسف، ان شاء الله هيك يا رب اقبالك. اللهم امين يا رب. الله يخلينا اياك يا اخي، وان شاء الله بنفرح باولاد ولادك. حنان عملي لنا شراب الورد. والله ما في داعي يا ام يوسف، صار لازم نمشي، ما هيك ابني؟ يعني يابا معنا شوية وقت. حنان! قولي على قامتي عليك يا بنت. يبعث لي حمى، يبعث لي حمى. لك شو صار لك؟ لك شو صار لك؟ قولك يا ربي دخيلك يا ربي. بكفي امي، بكفي ببوس ايدك، بكفيه. ما سمعت الحكيم شو قال؟ قال ما فيها شيء. طولي بالك، طولي بالك ام يوسف، ان شاء الله ما فيها شيء. عرضيه، البنات من رهبه هيك بصير معها. لك اي يا ربي، كانت فرحانه كثير. لك مدري شو صلى يا ربي دخيل على عمتي. يا رب دخيلك، دخيلك يا رب. يا شافي يا معافي، دبر امر هالبنت يا ارحم الراحمين. طمني لك، بس فهموني شو صاير لك، فهموني. دخيلك ما بعرف شو صار للبنت. يا بي بسرعه روح جيب الحكيم فورا. يا بي فورا. فوتي فوتي. دخيلك يا رب، يا رب دخيلك. يا مو عم لك ما بدي غير حنان، ما بدي غيرها. شو ما في غيرها؟ بلا لك حنان من اصله، بلا لك ياها. شو عم تقولي يا مو؟ فال مو منيح، اسمع مني، بلا لك ياها. يا مو الجماعه اكابر وما شفنا منهم شيء، وحنان بنت طيبه وبنت اصول. الله يخليك يا مو، أنا اللي لي ماضي مع حيل ما بتتسمى، اللي كتبت كتابي عليها، تذكر يا مو ولا ذكرك؟ الله لا يوفقها إلهي. هذا حكي، هذا اللي عم بحكي يا مو من الصبح. يا مو أنا خايف صباح هي اللي عملت لها شيء، هي اللي عاملة سحر لحنان. إلها ثواب إيه شو؟ لك يا مو، يا مو مو مهم هلا، بس الله يخليكي، كرمال الله. قيمي فكرة إني أترك حنان، حنان بحبها وبدي إياها. خلص خلص، هي حياتك وأنت حر فيها. آخ يا مو دخيلك يا بي، راسي يا مو راسي. يبعت لي حمى، شو صار للبنت يا ربي دخيلك. آخ راسي يا مو. والله أعوذ بربي الفلق. دخيلك يا بي، راسي راسي راسي. خير أختي خير، شبكي. آخ يا أخي راسي يا دبح يا بي، راسي يا بي. قوم جيب المصحف. أمرك يا بي أمرك. سلامتك سلامتك. دخيلك يا رب، دخيلك يا ماما. بعتك الله عليك يا رب. راسي يا بي راسي. دخيلك يا بي دخيلك، دخيلك يا بي.
والله ولا طربي الدنيا فوق راسك يا صباح إذا بتكوني ورا هالشي. بسيطة، حسابك عندي رح يكون كتير عسير. وانتي يا حنان يا طيبة يا بنت الأصول، لك ندرا علي بعمري ما رح تخلى عنك، هذا عهد قدام ربي. يا رب يا رب. يا علي شوف عبدك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. لك روحي كتر خيرك يا أم الخرستين. دستور من خاطركم. امبارح كان كتب كتابه، قام ما بيلاقوا لك غير هالعروس. شفتي ليش زعلوا منك اسيادنا؟ شفتي ليش؟ لانك بتحكي حكي مو لازم. مايك حب مايك حب. الله يخليك يا ام الخرستين، بدي اياه يرجع لي مشان الله مشان الله. عن قريب. يعني امتى؟ امتى عن قريب؟ عن قريب. ما بتلاقيه الا صار عندي. لك الله يخلي لي اياكي وما يحرمني منك يا رب. الله يوفقك الله يوفقك ويخلي لي اياكي. يلا بخاطرك. الله معي. مع السلامات. دستور 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 من خاطركم. يا حسرتي عليكي يا بنتي. لك كل الجيران سألوني ليش ضايجين وعم تولولوا. يعني كل الحارة دريت؟ ايه كل الحارة دريت، وقالوا لي انه ما عمل لها عمل. خلصنا بقى، شو هالحكي الفاضي هاد؟ السحر موجود واكثر الناس بتشتغل فيه. وكمان ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، وما هم ضارين به من احد الا باذن الله. صدق الله العظيم. الحقيني بالبخور والقرآن. يوسف طمني كيف صارت حنان؟ أهلين صار يا حبيبي. على الله. يا رب يا رب. مين؟ أنا. عامر؟ كيفك عامر؟ ماني منيح. خير شبك؟ اسمعي صباح، بحياة المعزة اللي بيناتنا أو اللي كانت بيناتنا، بدي أسألك السؤال وتجاوب عليه كثير منيح. معزة وبيناتنا؟ ضحكتني والله. صباح لا تغشمني، هلا بدك تجاوبي، أنت عن السحر حنان ولا لا؟ سحر؟ بعدين مين هي حنان؟ لا تغشمي حالك، حنان خطيبتي ومرتي، مرتي بإذن الله، سمعتي؟ ايش جاي تجنني انت؟ خطيبتك ومرتك؟ لك حدا بيتجوز وحدة بتوقع بالساعة؟ ايوة معتا بتعرفي منيح وبتوقع بالساعة، معتا انت وراها، انت ورا السحر تبعها. يوه لك منين جايب هالحكي انت؟ اذا هي مجنونة انا شو دخلني؟ اسمعي صباح، انت اليك ماضي بهالشي، بتذكر كتير منيحة، بس وحياة عينك حنان مرتي وبحبها كتير وما رح اتركها لو بتفتل بالحارة بالتنكة، عم تفهمي؟ ما رح اتركها. مين عم يدق الباب يا صباح؟ هذا الزبال امي، قلعناه قلنا له ما عندنا زبالة. ايه بسيطة تواجه. اهلين عمي عامر، تفضل. عمي تسمح لي فوت؟ طبعا تفضل تفضل. شرف. يلا يلا
يلا يلا. صحيح اجا مثل ما قالت لي شماري، بس اجا جاية بتخوف. ما صدقت معي ولا رجعت لي حبيب قلبي عامر. بدي اياه يا ربي، يا ربي ارجع لي. يلا المهم انه مرضت هديك الحية، ان شاء الله بطلع بجنازتها عن قريب يا حق. اخذت لي نور عيوني مني يا روحي يا عامر يا عمري. يا رب يرجع لي. حنان، حنان انت باذن الله رح تطيبي، رح تطيبي باذن الله ونتزوج ويصير عنا اولاد. عم تسمعيني؟ ونجيب صبيان وبنات، مو عدتيني تطبخي لي شيش برك وكوسه محشي؟ اه تتذكري هيك وعدتيني انت. يا رب باذن الله رح تشفي باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا رب يا رب. ايه والله يا مو، حسيت عم تفهم علي على كل كلمة، وخاصة بعد ما قريت عليها قرآن صارت بتبتسم. المريض بيشفى تقبلني لما يقروا عليه قرآن. ونعم بالله يا مو، ونعم بالله. كل يوم يا مو، كل يوم بدروا لعندها وقرأ لها قرآن لحتى تشفى بإذن الله. ساوي اللي بدك إياه تقبلني. كله من صباح يا مو، شمعنا وقت الخطبة وكاتب الكتاب البنت توقع بالأرض وما عاد تقوم. إيه لا تظلم بنات الناس لك ابني، لا تظلمه. أمي أنا في شيء ما قلت لك عليه، هذا الشيء كرمال ما أفضحها لصباح بهذيك الأيام. خير شوفي؟ أنا ما تركتها لصباح بس لأنه ما تفهمنا. ليش؟ صراحة أنا تركتها لأنه مرة وقت عم تشربني الشاي حسيت في شيء طعم بهذا الشاي، شكني قلبي سبحان الله. قلت لها بدي كاسة مي، وهي عم تجيب كاسة المي، طلعت بالإبريق لقيت فيه مثل الحجاب يا مو، مثل الحجاب. حسيته سحر، حسيت في شيء بهالشاي. وقت رجعت قلت لها بدي اياكي هلا تشرب الشاي لاني شفت فيه سحر. بتعرفي شو قالت؟ ما نكرت، قالت لي ايه، قالت لي حاطه سحر كرمال تحبني وما تتركي منوب. كرمال هيك يا امو، كرمال هيك تركتها وما بدي اياها. ياه ياه ياه، ريتها تتحرق على مقوصه. مشان هيك يا امو، انت اللي انت من طريق وانا من طريق. مشان هيك عملت العمل للبنت وروحتها. ايه يا امو ايه، صباح قلبها من حجر يا امو. عشان هيك انا البنت يا امو اللي بتأذي الناس وبتعمل سحر ما بتناسبني تكون مرتي، ما بتناسب تكون ام ولادي. عرفتي ليش يا امو؟ اصيل يا ابني اصيل. تربايتك يا امو. ألف الحمد لله على سلامتها. الله يسلمك يا ربي. لك الحمد لله على سلامتك يا أختي. يخليلي إياك أخي. عقبال ما نفرح فيكم يجيكم أولاد ولاعبهم هون بأرضية الديار. آمين آمين يا عمي. الحمد لله على سلامتك بنت عمي. الله يسلمك ابن عمي. لك أهل صهور. الله ياك يا رب. كتر خيرك يا عامر، واحد غيرك ما تحمل يقيل اللي بقال وتركنا. لا يا أنوسه، نحن ما بنلحق كلام الناس، بعدين مين بيشوف هيك وردة وبيتخلى عنا؟ لك الله يجبر بخاطرك يا خالتي، الله يجبر بخاطرك. خليكم أنا رح أفتح. يا بختار شرف. يا الله يا الله يا الله.
خير يا مختار؟ شو في احكي يا جماعه؟ مصيبه مصيبه كبيره. احكي شو في؟ لك صباح مثل صباح. شو بها؟ فاتت على بيت ام خلستين هي الملعونه وخلتها من الصدار. يا لطيف. لك طلعت على الحاره، طلعت على الحاره صارت تعلق تغني وتولول وتعيط لك ما صفى على براسها منه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قتلتها على الخالص ام خلستين؟ لا خليتها اعمل لك خليتها خلال. يا لطيف. Ha ha ha!